السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. توافق الأبراج مع بعضها في الحب. كل شخص يسعى للبحث عن نصفه الآخر الذي يكمله ويمنحه الحب والسعادة ويشاركه القيم والاهتمامات نفسها. النصف الآخر يعني التوافق في نواحي عديدة، ويمكن للأبراج أن تساعد كثيرا في هذا المجال من خلال تحديد توافق عناصر كل برج مع الأبراج الأخرى. عناصر الأبراج هي النار، التراب، الهواء والماء. وعندما يجتمع أي ثنائي فهذه العناصر تجتمع أيضا. الأبراج يمكنها أن تساعد على الكشف بشكل مبكر إن كانت العلاقة يمكنها الاستمرار أو أن كان الشخص هو النصف الآخر فعلا. عنصر النار يرتبط بالعاطفة الجياشة. التراب تعني الاستقرار، أما الهواء فيرتبط بالذكاء الحاد، والمياه تعني النضج العاطفي. عنصر كل برج من الأبراج: النار، الحمل، الأسد، القوس. عنصر التراب ينتمي إليه الثور، العذراء، الجدي. عنصر الهواء ينتمي إليه الجوزاء، الميزان، الدلو. أما الماء فينتمي إليه برج السرطان، برج العقرب، برج الحوت. اجتماع النار مع النار: الأبراج النارية، الحمل، الأسد، القوس. حين تجتمع الأبراج النارية مع بعضها فإن العلاقة تكون مشتعلة وملتهبة وحافلة بالمشاعر الجياشة والشهوة، لكنها أيضا حافلة بالمشاجرات المشحونة جدا. الحدة في المشاعر تنسحب على كل شيء في حال ارتبطت الأبراج النارية، سواء كانت في الحب أو المشاجرات أو المصالحات. الأبراج النارية تشكل ثنائيات مثالية في حال تمكنت من عدم الاستسلام للطباع النارية وتحويل المشاجرات إلى عادات يومية. الجدل اليومي يمكنه أن يجعل النار تخمد. اجتماع النار مع الأرض: الأبراج النارية، الحمل، الأسد، القوس. الأبراج الأرضية أو الترابية: الثور، العذراء، الجدي. العلاقة بين هذه العناصر نادرا ما تنجح، لكن ذلك لا يعني أنها من العلاقات المستحيلة. يمكن للعلاقة بين العناصر النارية والأرضية أو الترابية أن تنجح في حال تنازل كل طرف للآخر. الأبراج الترابية عليها أن تمنح النارية المساحة والحرية الكافية.
وعلى الأبراج النارية أن تقدر صفات العناصر الترابية الرزينة والثابتة. المشكلة في هذه العلاقة أن الأبراج النارية والترابية يمكنها إثارة حفيظة بعضها البعض بسهولة. الثور والعذراء والجدي في نهاية المطاف ستسأم بسرعة من الدراما الدائمة التي تعيشها أبراج الحمل والأسد والكوس. اجتماع هذه الأبراج لا نهاية سعيدة لها ما لم يكن كل منهم مستعد للعمل بشكل دائم لإنجاح العلاقة. والعلاقة التي تتطلب الكثير والكثير من الجهود لا يكتب لها النجاح. اجتماع النار مع الهواء. الأبراج النارية الحمل الأسد الكوس الهوائية الجوزاء الميزان الدلو. عندما ترتبط هذه الأبراج ببعضها البعض فإن شرارة الحب تتطاير في الأجواء. النار تنجذب إلى ذكاء الهواء، بينما يعشق الهواء حماس النار وروح الحرة. الأبراج هذه يمكنها أن تكون علاقات حب رائعة وعلاقات صادقة متينة للغاية، لكن مشكلة هذه العلاقات أنها تفتقد إلى الاستقرار. يمكن للعلاقة أن تستمر شرط أن يتعلم الموازنة بين العاطفة والمرح مع ما هو أعمق من ذلك. اجتماع النار مع الماء. النار الحمل الأسد الكوس الماء السرطان العقرب الحوت. عنصران مختلفان كليا بشخصيات مختلفة بشكل جذري، كل منهما يملك الكثير ليقدمه للآخر، ويمكن لهما أن يتعلم الكثير من بعضهما البعض. كلاهما يملكان المشاعر الجياشة وإنما بأشكال مختلفة. النار تحب التعبير المباشر والصريح، بينما الماء تفضل المقاربات العميقة غير المباشرة. يمكن للعلاقة بين هذه الأبراج أن تنجح بشرط تعلمها تقدير صفات الآخر المختلفة كليا. الاحترام وسعة الصدر هي أساس هذه العلاقة، ومن دونها يكون مصيرها الفشل. اجتماع الأرض مع الأرض. الثور العذراء الجدي. حين تجتمع هذه الأبراج فإن العلاقة تكون متينة جدا. عناصر الأرض تقوم على مبدأ الالتزام والعمل بجد لإنجاح العلاقات. في المقابل تملك هذه الأبراج رابطا حسيا عميقا، يمكنه أن ينقل علاقتهما إلى مستويات أخرى شرط تمكنها من تخصيص بعض الوقت للحب. العلاقة بين هذه الأبراج مثالية شرط التوقف عن الهوس بالعمل والمهام المطلوبة وتخصيص بعض الوقت لأنفسها. اجتماع الأرض والهواء. الأرض الثور العذراء الجدي الهواء الجوزاء الميزان
الدلو. عناصر مختلفة بشكل كبير جدا بحيث يصعب تخيل علاقة ناجحة بينها. الثور والعذراء والجدي من الأبراج المادية التي تتعامل مع الأمور بمنظور يختلف كليا عن الأبراج الجوزاء والميزان والدلو التي تلهث خلف كل ما هو حسي. اجتماع هذه العناصر يمكن أن ينتج عنه علاقة متوازنة، شرط تعلم تقبل الآخر المختلف كليا، لكنها من العلاقات التي غالبا ما تكون حافلة بالمشاجرات التي تكون عواقبها وخيمة. اجتماع الأرض والماء. الأرض الثور، العذراء الجدي، الماء السرطان، العقرب الحوت. عندما تجتمع هذه العناصر فإن العلاقة تكون حميمة للغاية. الأرض تغمر الماء بعاطفتها وحنانها، بينما العناصر المائية تتمسك بالشعور بالأمان الذي تمنحه إياها الأرض. العلاقة بين أبراج الثور والعذراء والجدي وبين أبراج السرطان والعقرب والحوت ناجحة تماما، لكن مشكلتها الوحيدة أنها تعتمد كثيرا على بعضها البعض، ما يعني أنه بعد مرور بعض الوقت لا يمكنها الاستمرار من دون الآخر. اجتماع الهواء مع الهواء. الهواء الجوزاء، الميزان، الدلو. العلاقة بين الجوزاء والميزان والدلو غالبا ما تكون فورية وتقوم على صداقة متينة جدا. فرص تحول الصداقة إلى حب معقولة، لكنها ليست كبيرة جدا. وفي حال اجتمعت هذه الأبراج فإن إنجاح العلاقة سيتطلب الجهود الجبارة، لأن الروابط العاطفية والجسدية غالبا ما تكون شبه معدومة. اجتماع الهواء مع الماء. الهواء الجوزاء، الميزان، الدلو. الماء السرطان، العقرب، الحوت. عندما ترتبط أبراج الجوزاء، الميزان والدلو مع أبراج السرطان والعقرب والحوت فإن العلاقة غالبا ما تكون مقيدة. المشكلة أن الهواء والماء يملكان مقاربات مختلفة جدا للحياة. الاختلافات هذه غالبا ما تجعل الأبراج المائية تشعر بأنها مهملة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى المشاكل. الحلول الوسط والتنازلات يمكنها أن تنجح العلاقة، لكنها من العلاقات التي لا يمكنها الاستمرار طويلا. اجتماع الماء مع الماء. الماء السرطان، العقرب، الحوت. العلاقة بين الأبراج المائية عميقة وقائمة على الإخلاص المطلق. لا تحتاج هذه الأبراج إلى الكلمات للتواصل، فالرابط العميق الذي يجمعها
يجعلها تفهم بعضها البعض من دون أي تواصل شفهي. العلاقة تصبح جدية بسرعة وغالبا ما تنتهي بالزواج. العقبة الوحيدة التي قد تواجه هذه الأبراج هي انغماسها المطلق بالعواطف. شكرا لكم، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا الفيديو، وننتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم حول ما تودون أن نقدمه فيما بعد. شكرا للمشاهدة. تنويه هام: الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.